السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نحل مع بعضنا يونت 1، الوحدة الأولى، كتاب جيم، عندنا صفحة 16، بيج 16، التمرين الأول زي ما انتم طبعا شايفين تشوز. طبعا عندنا في القناة زي ما احنا زي ما انتم حضراتكم عارفين حلينا قبل كده كتاب المعاصر وكتاب المدرسة، ودينا النهاردة مكملين كتاب جيم. أول جملة عندنا: Your sister، أختك، is your parents، أختك علاقتها إيه بالparents؟ تبقى uncle، sister، brother، daughter، طبعا daughter يعني ابنة يعني بنتهم، تمام. الجملة التانية: Your mom and dad are your، المام والداد دول بيبقى your طبعا parents اللي هما الوالدين. عندنا الجملة الثالثة: Your uncle أو your aunt and uncle's child، child يعني ابن الأنكل العم أو الخال، is your اسمه ايه ابن العم أو الخال، uncle، aunt، son، cousin، طبعا ابن العم أو الخال cousin. Number four: Your mom or dad's brother، أخو الأب أو الأم، is your uncle، sister، brother، aunt، طبعا uncle. This is a picture not my family at my family next my family of my family in my family this is a picture of my family. الجملة number 6: My aunt خالتي is a nurse she works at school شغالة في المدرسة، تبقى pilot طيار، teacher ميكانيك، chef طبعا مدرسة يبقى teacher، pilot يعني طيار، ميكانيكي، chef يعني طبعا رئيس طباخين. الجملة اللي بعدها: My mom's sister أخت ماما is my uncle عمي aunt cousin daughter طبعا aunt. لما بنلاقي الأبوستروف اس يا جماعة بنترجم كده: لمياء and هاني are my، هما الاتنين are my sisters uncles cousins aunts طبعا لمياء and هاني are my cousins أولاد العم. read and correct عايزين نصحح: my father's brother is my aunt، brother غلط، علاقة مين بالأب يبقى الأنت طبعا sister يعني ايه sister أخت، أخت بابا اللي هي aunt. my sister is my father and mother، علاقة أختي بالfather والmother علاقتها بيهم طبعا مش son، ده son يعني ابن طبعا daughter يعني ايه daughter ابنة. your grandmother طبعا grandmother غلط، is the grandfather of your mother or father، جد الأب أو الأم اللي هو طبعا great grandfather تمام اللي هو الجد الأكبر تمام اللي هو والد grandfather جد بابا أو ماما تمام. female is the opposite of male، male طبعا دي اللي ام ال بريد الإلكتروني طبعا هتبقى male ام اي ال اي. ندخل على الصفحة اللي بعدها بي 20 صفحة 20: لينا and حاتم are space parents، him parents، she parents، my parents، me parents طبعا my parents يعني الوالدين صفة ملكية عشان في هنا noun. we have one cousin خديجة، عندنا بنت عمنا على اسمها خديجة. نوجد parents are my uncle and aunt، تمام برضه دي صفة ملكية. she parents، her parents، hers parents، my parents طبعا her parents برضه noun صفة ملكية. نقط names are عماد and Dina، عايزين نقول أسمائهم برضو هنا noun تمام. their they them theirs طبعا their names عشان برضو في noun في noun في noun noun يعني اسم. what's the boy's name ما اسم الولد، نقط name is مهاب، عايز أقول اسمه مهاب برضو في noun هنا اهو. طب الولد my ولا your ولا her ولا his طبعا his name. this dog is very nice، الكلب ده جميل جدا، نقط name is Ben، عايز اقول اسمه itself طبعا its name. you can come on Saturday، انت ممكن تيجي يوم السبت. its space father's birthday، عايز اقول عيد ميلاد بابا. خلاص كده their your our ours طبعا its our father's birthday يعني عيد ميلاد بابا.
This house is هذا المنزل يكون it belongs to us يخصنا your ours my their طبعا ours المنزل ده بتاعنا. الجملة اللي بعدها جملة number 8 جملة رقم 8 Mr. سعيد teaches space English أزول بيدرس لنا إنجليزي. teaches he his us here طبعا ضمير مفعول teaches us. take نقط books علي خد نقط علي his books her books your books my books طبعا يا علي خد your books يعني خد كتبك. صح الخطأ can I have a look at yours camera ده اسم عايز اقول له عايز ابص على الكاميرا بتاعتك انت مش yours ده yours ضمير ملكية طبعا هتبقى your عشان your بيجي وراها صفة ملكية بيجي وراها اسم. the dog had his breakfast الكلب ياخد his ازاي طبعا ياخد its عشان غير عقل. this bag belongs to Huda الشنطة دي تخص Huda its here طب here صفة ملكية احنا عايزين ضمير ملكية انتهي به الجملة طبعا تبقى hers. mom always wakes my up early عايز اقول ماما بتصحيني دايما هنا انا مكاني في الجملة مفعول انا يعني I ضمير المفعول بتاع I هتبقى طبعا me يبقى تبقى my mom always او mom always wakes me up early. ندخل على الصفحة اللي بعدها page 25 vocabulary الكلمات are brothers or sisters are the same age نفس العمر اخوات اولاد او بنات نفس العمر يبقى teams drums bands twins طبعا twins. do you swimming after school swimming بتاخد ايه make take go play طبعا go swimming. ماهر voluntary work at hospital voluntary work اللي هو العمل التطوعي بياخد حاجه كده لوحده بياخد plays ولا goes ولا does ولا makes طبعا do voluntary work عندنا طبعا does. he plays the piano in a famous بيعزف البيانو in a famous البيانو بيتعزف في famous a band ولا بند ولا بانك ولا بنك طبعا كده عرفتوها باند يعني فرقة موسيقية. my father space 45 years age aging or aging aged طبعا aged اللي هو يكون عمره number 6 جملة رقم 6 I chess with my friends I usually win الشطرنج بياخد play do go earn طبعا play. we like football we play it on Fridays عايزين نقول بنلعبه مع together all together gather together طبعا together. الجملة اللي بعدها I watch TV space the evenings on Fridays on in at with طبعا in أيام هنا جم evenings يعني في الليل in the evenings تمام. تصحيح خطأ football is my favorite happy الرياضة هي سعيد المفضل لا طبعا happy جملة سهلة خالص. من اللي بعدها I do voluntary job هو اسمه voluntary job ولا voluntary work يعني عمل تطوعي. the twins have اللي التوأم عندهم different birthday عيد ميلاد different طبعا تبقى same يعني نفس الشيء. ندخل على الصفحة اللي بعدها page 32 my dad is based in Egypt he works in London بابا is based in Egypt he works in London works يعمل في مصر يعمل في لندن works don't work doesn't work طبعا هنا بابا doesn't work لا يعمل في مصر هو شغال فين في لندن هتبقى نيجاتيف نفي. he to the airport on Sunday's evening يوم الحد بالليل طبعا هي مفرد واحنا مع المفرد بنحط اس او اي اس او اي اي اس. اي ذا بيانو فيري اوفن الاي بيعامل معامله الجمع بليز بلاينج دازنت بلاي دونت بلاي طبعا الاي هياخد دونت بلاي. سبيس ساره لايك تشيكن ساره مفرد جمع طبعا مفرد هتاخد داز ولا از ولا واز ولا هاز طبعا هتاخد داز. عبد الله اند هيز سيستر عبد الله واخته طبعا بقى مجمع كده. the family car on Fridays wash washes washing washed الجمع ما بنحطش حاجه بنسيب الفعل بدون اي اضافه يبقى في الانفينيتيف. number 6 جمله رقم 6 she
save when her dad is at home. She مفرد. Felt, feel, feels is feeling. طبعا هتبقى feels عشان she مفرد. It space 2 hours to get there. أخذنا ساعتين عشان نصل إلى هناك. الإت مفرد ولا جمع؟ برضو مفرد، هتاخد takes. ندخل على جملة number 8، جملة رقم 8. He never، هو عمره أبدا، space he can't swim. He never swim. Swims doesn't swim. Not swim. يبقى he never، هو عمره أبدا swims. I plays the drums. طبعا ال I ما بيجيش مع S، هتبقى play. I doesn't listen to music. طبعا ال I ما بتاخدش doesn't، تاخد don't. Do he، باينة. Does he. She don't. She doesn't. Does you، تبقى do you. الصفحة اللي بعدها page 33، صفحة 33، على speaking، على التحدث، محادثة بين طارق وكريم. المحادثة يا جماعة لازم تقرا كلها مرة واحدة، وفي فيديو في القناة ازاي نحل اي محادثة اولى او تانية او تالتة اعدادي، يا ريت نبقى نشوفه. Sports are very good for us. الرياضة good، مفيدة لينا. حلو خالص. عايزين سؤال. طب لازم اقرا الإجابة عشان اعرف اعمل سؤال. قال له yes I like sports very much. قال له نعم انا بحب الرياضة. طالما جملة بدأ بيس، احنا قلنا قبل كده لازم نبدأ بفعل مساعد او ناقص. عندنا like فعل ليس به اس، يبقى هنجيب له do، يبقى هنقول do. والاي تحول الى يو. في قاعدة بنمشي عليها يعني، مش وبس الموضوع مش بنحله وخلاص. بعد كده like sports، هل انت بتحب السبورتس؟ فعل مساعد، فاعل، فعل. انت بتحب الرياضة؟ قال له yes I like sports very much. سؤال تاني اتسأل، قال له my favorite sport is tennis، انا رياضتي المفضلة التنس. حد رد عليا قال انا بحب التنس، يبقى انا قلت له ايه؟ what. تمام. والماي تحول الى your favorite sport، ايه هي رياضتك المفضلة؟ رد قال له ايه؟ انا بحب التنس. what about you، طب وانت؟ ممكن نكتب اي رياضة، مثلا football، كرة الايه؟ القدم. قال له when يعني ايه؟ متى. do you practice it، انت بتمارسها امتى؟ مثلا لو هجاوب اجابة كاملة ممكن اقول I practice it on يوم مثلا Friday، on Saturday. وممكن اجاوب اجابة short مختصرة اقول on Friday، اجاوب على طول عادي خالص. تمرين رقم 2، مرة عايزين سؤال ومرة عايزين إجابة. هدير ونورهان. هدير سألت سؤال، نورهان لها yes I do. طبعا دي مفتوحة خالص، هنحوش الياس ونبدأ بدو، والاي تحول إلى يو. ممكن نكتب أي حاجة براحتنا خالص. هل أنت مثلا like Arabic، هل أنت بتحب العربي مثلا؟ لها yes I do. الموقف التاني ملوش علاقة بالأولاني خالص، ده اتنين يعني شخصين جداد خالص، آدم وعمر. آدم بيقول له عمر What's your favorite hobby؟ ما هي هواياتك المفضلة؟ أجاوب من أول هنا أقول my favorite hobby، هواياتي المفضلة is إيه مثلا؟ السباحة يعني swimming. كل حد طبعا يا جماعة يختار أي هواية براحته. خلاص الصفحة اللي بعدها page 34، 34. هنا طبعا general exercise، تمرين عام على lesson 1 and 2 and 3. السؤال الأولاني طبعا What's Basmala's aunt called؟ خالد بسمالة اسمها ايه؟ Where does she come from؟ هي عايشة فين أو جاية منين؟ Where does she work؟ أين تعمل؟ أنا سمعكم listen وبعد كده مفروض تفكروا في الإجابة. My name is Basmala. My aunt is called Samira. She is from Giza. She works in a school. She teaches English. هي بتدرس English. عرفت الإجابات ولا لسه؟ تمام. أول سؤال What is Basmala's aunt called؟ خالد بسملة اسمها إيه؟ تمام. طبعا she is called، هي طبعا اسمها إيه؟ سميرة. السؤال اللي بعده Where does she come from؟ She's come from سمعنا مكان واحد بس في المحادثة، جيزا. Where does she work؟ شغالة فين؟ In school يعني ايه؟ مدرسة. السؤال التاني سؤال محادثة حلنا واحد زيه من شوية، شبهه يعني.
نيرة وسلمى. نيرة بتقول لسلمى I like sports، أنا بحب الرياضة. سألت حاجة لها You do sport؟ لها Yes I play basketball. قلنا بنحوش ال yes، وهنا play فعل ليس بيس، هنسأل بدو يبقى do you do a sport؟ هل أنت بتمارس رياضة؟ لها Yes I play basketball. سألتها حاجة تاني Do you practice it؟ لها I play it Monday. طبعا أيام الأسبوع معروفة بتاخد ايه؟ طبعا هنحل قبلها يوم الاثنين، الاثنين ده وقت، يبقى نقول متى when do you practice it. أيام الأسبوع بتاخد طبعا حرف الجر مين على طول on Mondays evening. do you like music؟ طب أنت بتحب الموسيقى؟ أي حاجة طبعا ممكن أقول sure of course yes I do. كل الإجابات دي طبعا إجابات مقبولة. عندنا هنا ميني دايالوج، اسمها ميني دايالوج يعني محادثة قصيرة. ناهد وهدى، ناهد بتقول لهدى What are your hobbies؟ ايه هو هوايات، ايه هي هواياتك؟ طبعا دي هنا جامعة تقول my، اهي يورا تبقى my hobbies هواياتي، مش هنقول بقى اذا، هنقول ايه are ونختار اكتر من هواية، مثلا نقول music الموسيقى and reading and swimming watching TV مشاهدة التلفزيون. واللي بعدها احنا هنسأل سؤال اجابته no I don't، لا احب ذلك. اي سؤال عادي هنقول do you like English، do you walk to school، بتحب تتمشى للمدرسة، اي اجابة طبعا. طبعا ايه question mark علامة استفهام. السؤال اللي بعده choose اختيارات. اول جملة بيقول لي my space is mother's sister، اخت ماما، تقرب لنا ايه اخت ماما دي daughter grandmother aunt sister، طبعا اخت ماما aunt. مروان is my father's son، ابن بابا، يبقى he is my uncle brother grandfather cousin، ابن بابا طبعا يعني اخويا he is my brother. ندخل على الصفحة اللي بعدها page 35 35 reading القراءة is my favorite، القراءة ايه happy sport hobby food، طبعا جملة سهلة خالص hobby. My father بابا سوري football matches on the radio، مباريات الكورة في الراديو، تاخد plays ولا listen to، listens to ولا goes ولا takes، طبعا listens to. It belongs to Manars، ده يخص منار. It's not bag، عندنا hairs hair his your طبعا hair. The boys always، الأولاد دايما always، الboys جمع، الأولاد جمع، وإحنا مع الجمع الفعلي فين في الانفينيتيف من غير ما أقرأ الاختيارات طبعا watch. Their house is small، بيتهم small، small يعني ايه صغير. But not house is big، عايز اقول بيتنا احنا بقى our house عشان ده noun. Number 8 space Aya's grandfather، جد Aya and grandmother live in Bana، تمام كده. Aya Aya's grandfather and grandmother is Aya's ولا do Aya's ولا does Aya's ولا are Aya's، طبعا do Aya's grandfather and grandmother، هل جد Aya وجدتها live in بنها. تصحيح الخطأ I play swimming on Mondays، طبعا السباحة هتاخد حلناها في الاختيارات من شوية جوه. I usually make voluntary work، احنا قلنا العمل التطوعي بياخد do. Does Mona's parents work in a school؟ طبعا Mona's parents الوالدين هياخد do. My school is very nice، طبعا my school يعني مدرستي. هنا عندنا باراجراف عن yourself، yourself يعني نفسك، طبعا كل حد يتكلم عن نفسه براحته، واحنا طبعا اتفقنا ان احنا ان شاء الله هنعمل فيديو هنجمع فيه الباراجرافز وازاي نكتب باراجراف على اي موضوع في المنهج بتاعنا. هندخل على الدرس اللي بعده. عندنا هنا page 39 39 A is very high soil floor ground mountain، طبعا الجبل. A or an has no mother or father، اللي ما عندوش لا mother ولا father يبقى ايه طبعا زي هايدي orphan يتيم. Cairo and Alexandria، القاهرة واسكندرية، are big lakes countries cities seas، طبعا cities مدن. A or an is at the top of the house، في قمة البيت اللي كانت بتنام فيه هايدي orphan attic mountain hill، طبعا attic. Farmers الفلاحين like to keep to get meat and milk، اللي بنحصل منه على اللبن او اللحمة واللبن، الجوتس sheep اللي هي رخيص ولا ducks
ولا جيز؟ طبعا جوت اللي هو الماعز، زي هايدي كانت بتحب لبن الماعز. الجملة اللي بعدها number 6. most people eat lots of food with، معظم الناس بتاكل الطعام with cheese، milk، beer، bread. طبعا بريد، طبعا الطعام مع البريد اللي هو الخبز. young people، الناس اللي هم اليونج، like to have many attic mountains adventures advertisement، بيحبوا الادفنتشرز اللي هي المغامرات. الجملة اللي بعدها children like to drink in the morning، الأطفال بيحبوا يشربوا ايه في الصبح؟ tea، coffee، milk، sugar. طبعا بيحبوا اللبن milk. he is a man space 3 children، عنده 3 أطفال. in with of on، طبعا with. تصحيح خطأ، الكلمة اللي تحتها خطأ نصلحها ونعدلها. she lives in her grandfather in the country، طبعا هي عايشة مع جدها. مع يعني with. goats are animals that are like sheep، دي cheap اللي هي رخيص، احنا طبعا هنكتبها اللي هي خروف اللي هي s h e e p. she sleeps in a pit in the attic of the house، طبعا sleeps يعني انها تنام. وندخل على الصفحة اللي بعدها page 41، صفحة 41. complete the following dialogue. الاء او الياء اللي هي علياء يعني، وميرنا. hello Myrna، what's your best friend's name، ما هو اسم افضل صديقة عندك؟ طبعا هنا ممكن نسمي اي اسم عادي خالص، نقول مثلا she is called، هي تدعى، او she is مثلا اي حاجة، ممكن نقول مثلا هبة، اي اسم. سألتها سؤال تاني، قالت لها she is 11، عندها 11 سنة، كم عمرها؟ يبقى how old، عندنا هنا is فعل مساعد، she كم يكون عمرها؟ she is 11. what's her favorite sport، ايه هي رياضتها المفضلة؟ ممكن اقول her favorite sport is، وممكن اكتب الرياضة على طول. مثلا هنا تحتها تلاقي do you like tennis too، طب وانت بتحب التنس برضو؟ يبقى هنا لازم غصب عنك اكتبي طبعا تنس، عشان هي ردت تحت هتلاقي طب وانت بتحب التنس برضو؟ طبعا هتقول لها مثلا yes I do، انا زي صاحبتي. تمام، هنا ما ينفعش اختار رياضة تاني غير التنس، عشان هي هنا في اللي بعدها تلاقي طب وانت زيها ولا لا. هنا ميني دايلوج، محادثة قصيرة. What's your favorite food علي، ايه هو طعامك المفضل يا علي؟ هنيجي من عند يور وهنكتب my favorite food، طعامي المفضل is، اكتر اكلة انا بحبها، ونكتب اي اكلة تعجبنا، مثلا نكتب السمك مثلا fish، اي حاجة. عايزين هنا سؤال اجابته her hobby is fishing، هواياتها الصيد. يبقى مفروض نقول what's، ما هي her favorite hobby، ماشي what her، what's her favorite، ممكن نحط اسم اي شخص hobby. تمام، على الصفحة اللي بعدها page 46، 46. اول جملة my sister likes sport، اختي بتحب الرياضة. she is a famous gymnast writer nurse athletics، طبعا gymnast زي حبيبة مرزوق. every athlete، كل لاعب قوة wants to go to the، لازم يروح فين؟ mathematics، physics، athletics، olympics، طبعا olympics. good students work hard، الطلبة الجيدين او الممتازين بيشتغلوا بجد to nugget their dreams، عشان يحققوا احلامهم. achieve، sleep، forget، watch، طبعا achieve. رقم 4 we should eat، احنا لازم ناكل nugget food to keep fit، عشان نحافظ على اللياقة البدنية. fit يعني لائق، بدني. healthy ولا unhealthy، صحي ولا غير صحي، ولا fried ولا fast، طبعا healthy. my cousin is a student in his class، he always gets high marks، دايما بيجيب اعلى الدرجات. ابن عمي هو النقط في الفصل دايما بيجيب اعلى الدرجات، هو is a bottom في القاع، ولا top في القمة، ولا middle، ولا away، طبعا top. الجملة اللي بعدها fathers should، الاباء يجب ان هما between their work and the families، لازم يعملوا توازن بين العيلة والعمل، او العمل والعائلة. make ولا train ولا balance ولا stay، طبعا كلمة توازن يعني balance.
حبيبة eats well، بتاكل كويس. because space is a difficult sport، إنها رياضة صعبة. عايزين طبعا كلمة لعبة الجمباز. gymnast gymnastics physics maths، طبعا gymnastics اللي هي اللعبة نفسها لعبة difficult. I eat healthy food to stay، أنا باكل طعام صحي عشان أحافظ على. نرفع كده شوية مع بعضنا عشان الجملة تبان. تمام. I eat healthy food to stay، ما اكل طعام صحي ليه؟ عشان ابقى ايه؟ weak ضعيف، ولا strong قوي، ولا unhealthy ولا poor فقير؟ طبعا strong. هندخل على تصحيح الخطأ. الاهلي، النادي الاهلي is my favorite sport، هو الرياضة المفضلة. طبعا الاهلي مش رياضة، الاهلي team. Egypt is a country، مصر بلد فين؟ في يوروب، في اوروبا. هي مصر في اوروبا برضو، ها في افريكا. We eat healthy food، احنا بناكل طعام صحي to stay weak، عشان نبقى ضعاف. طبعا strong، strong يعني ايه؟ قوي. حبيبة مرزوق is a gymnastics، دي اللعبة نفسها طبعا هي gymnast. ندخل على الصفحة اللي بعدها. عندنا هنا general exercise على الدرس الرابع والخامس والسادس، وكتاب جيم كده متظبط كل 3 دروس عليهم تمرين. 47 47 زي ما انتوا شايفين قدامكم. طبعا ده لسن استماع، يا ريت تقروه وانا هسمعكم اللسن. هبدأ كده يلا. هايدي is an orphan girl، she lives with her grandfather in the mountains، عايشة مع جدها في الماونتنز. when her aunt takes her to the city، لما خالتها خدتها city، she doesn't like it، she has many adventures there. أول جملة عندنا المفروض إن احنا نحاول طبعا يا سنة أولى نحل من نفسنا قبل طبعا ما أنا إيه أحل معاكو. أول جملة Where does Heidi's father live؟ أين يعيش جد هايدي؟ في city، village، country، mountains، طبعا في mountains. What does Heidi like؟ هايدي بتحب إيه؟ city، mountains، town، village، طبعا mountains. Who is Heidi؟ مين هايدي؟ an orphan، a student، a nurse، a doctor. طبعا هايدي احنا قلنا انها orphan. who takes Heidi to the city؟ مين اللي بياخد هايدي السيتي او اللي خدها المدينه؟ مين؟ her mother، هي اصلا orphan. her uncle، her aunt، her cousin، طبعا her aunt. السؤال اللي بعده mini dialogue، يعني محادثه قصيره، مره بيحتاج مني اجابه ومره بيحتاج مني سؤال. اهو mini dialogue. Do you like watching football matches؟ انت بتحب مباريات الكرة؟ براحتنا طبعا ممكن نقول yes I do، وممكن اقول no I don't، عادي خالص. هنا عايزين سؤال، طب الاجابة فين؟ my favorite hobbies، هواياتي المفضلة، reading، القراءة، and sports. يبقى طبعا ما وماذا يعني what. تمام كده. هو هنا هواية ولا هوايات؟ اتنين. يبقى مش هينفع اقول what is، هنقول what are، والمايك تحول الى your favorite hobbies، ما هو او ما هي هواياتك المفضلة. عندنا هنا comprehension، سؤال قطعة عليه 5 اسئلة. طبعا هنقرأ مع بعضنا القطعة، تحاولوا طبعا توقفوا الفيديو سنة اولى وتحلوا القطعة من نفسكم وتتأكدوا من الاجابة بعد انا ما هجاوبها. my name is لمياء، I am 9 years old، عندي 9 سنين. I live in Aswan with my family، أنا عايشة في أسوان مع العيلة بتاعتي. My parents، الوالدين، are teachers، الاتنين مدرسين. My brother علي is 13 years old، عنده 13 سنة. And خالد is 9، وخالد عنده 9، يبقى خالد أصغر من علي بحوالي 4 سنين. I listen to music with my brothers، أما أسمع موسيقى مع إخواتي. علي plays football at school، بيحب يلعب كورة في المدرسة. and he watches football matches on TV، وبيشوف كمان مباريات كورة، يعني مقضيها كورة. خالد goes swimming، خالد بيروح يعمل سباحة. there is a swimming pool، في حمام سباحة near our house. my best friend is called آية، أحسن صديق ليا اسمها آية. we play basketball at school، بنلعب في المدرسة باسكت. and we are both، إحنا الاتنين in the school team، في فريق المدرسة بتاع الباسكت. Our team، فريقنا is very good، جيد جدا. How many brothers، كم عدد البراذرز؟ has لمياء جود، الأخوات اللمياء تمتلكهم، متهيألي علي وخالد، يبقى كام؟ 2 brothers. ممكن أكتب أسمعهم. What's لمياء's father's job، وظيفة أبو لمياء؟ احنا قلنا إن هما الاتنين teacher، مدرس. Who
هو از آية، من هي آية؟ احنا قلنا ان آية البيست فريند، يبقى نكتب كده شي از لمياء، حط ابوستروف اس، بيست فريند، افضل صديقه عند آية. لمياء افضل صديقه عند آية. لمياء اند آية لايك، هما الاثنين بيحبوا ايه بيلعبوا في المدرسه؟ فوتبول، باسكت بول، ميوزك، ولا سويمنج؟ سباحه. طبعا هما الاثنين بيلعبوا باسكت بول. لمياء اند نقط ار توينز، مين التوأم بتاع لمياء؟ خالد، آية، علي. خالد اند علي دول مش هيبقى توأم، توأم تلاتة ازاي توأم يعني؟ طبعا لمياء اند خالد. ندخل على الصفحة اللي بعدها، عندنا هنا بيج 48، 48 باقي الاختبار اللي هو درس الرابع والخامس والسادس. My aunt and uncle live in the their house is high place، يبقى عايشين فين طالما بيتهم عالي؟ في الماونتنز، في الجبال زي هايدي. Farmers get from goats، بناخد ايه من الجوت؟ من الماس بريد، ميت، ايس، ايجز، طبعا لحمه. حبيبه مرزوق از ا فيموس، طبعا حبيبه جيمينز دي جمله مشهوره طبعا. ستودنتس شود بالانس بتوين، لازم يعملوا توازن بين زير سكول، سبيس اند هوبس، ستادز، تيتشرز، فريندز، بارتنرز، طبعا ستادز الدراسه بتاعتهم. ماي كازنز اند اي جو تو ذا سيم سكول، بنروح نفس المدرسه. نقط سكول از فيري نير، زير، يور، هيز، اور، طبعا اور. الجملة بعدها feel happy، are you feel happy، you are، do you، you do، طبعا do you feel happy عشان ده مصدر. the lab او this lab is خالد، اللاب ده بتاع خالد تمام. it belongs to، عايز اقول انه يخصه، he، him، his، her، طبعا it belongs to him. my grandparents اجدادي space on a big farm، البيرنتس طبعا جم، live، lives، living، to live، طبعا live. ندخل على correct، تصحيح الخطأ. athletes اللي هم لاعبي القوة، train hard، بيتمرنوا بجد، to stay strong، طبعا stay يعني يظل ويبقى قوي. playing chess، لعب الشطرنج، takes me very happy، طبعا makes، يجعلني. my parents work at the same school، شغالين في نفس المدرسة. نقط سكول از نيكست تو اور هاوس، طبعا ذير مدرستهم عشان هما جنب، عشان قال ماي بيرنتس. هي ازنت لايك بلاينج تنس، طبعا مضارع بسيط مش بيتنفى بازنت، اما يتنفى بكلمتين يا دونت يا دازنت، اللي هي مفرد يبقى هي دازنت. عندنا هنا باراجراف عن يور فيفورت سبورت، رياضتك المفضله، طبعا كل واحد يختار الرياضه اللي بيحبها، وهنتكلم ان شاء الله في عن الباراجرافز بعدين ان شاء الله. ندخل على الاختبار اللي على الوحده الاولى، الاختبار بيج 51، 51، طبعا استماع، ترو اور فولس، صح او غلط، حاول اقرا الجمل وانا هسمعها. ساندي، اي ليف ان كايرو، اي ليف ويز ماي اونت، شي از كولد هدى، شي وركس ان ا سكول، شي تيتشز انجلش. اول جمله ماي نيم از بسمله، هي طبعا ما قالتش ماي نيم از بسمله، طبعا فولس. My aunt is called Huda، أنا خالتي اسمها هدى، طبعا true. She is from Cairo، قاهرة، true. She works in a school، true. She teaches math، بتدرس رياضة، طبعا false. عندنا dialogue، محادثة بين اتنين، دليدة وريم. دليدة بتقول لريم This is a photo of my cousin، دي صورة of my cousin، لابن عمي. سألتها سؤال، قالت It's Faris، إنه فارس. يبقى ما اسمه؟ مثلا What's his name، What is he called، ماذا يدعى ويسمى؟ It's Faris. سألت سؤال تاني، He is 14، عنده 14 سنة. كم العمر يعني؟ خدناها كتير. How old or what age is he؟ Where does he live، هو عايش فين؟ He lives in Giza. سؤال تاني، He loves fish with rice، بيحب سمك مع الرز. طبعا هنا عندنا loves فعل بيس، يبقى نقول مثلا what food، ما الطعام، does he love، الأكل اللي هو بيحبه.
سؤال أخير، he likes basketball، لما يحب الباسكت يبقى what؟ رياضة يعني sport، برضو does he like. سؤال نمبر 3، question number 3، ميني دايلوج، محادثة قصيرة منا ومايا، where does your grandfather live؟ أين يعيش جدك؟ طبعا عادي ممكن نقول in a village، في قرية، أي مكان. عايزين هنا سؤال إجابته I have milk and cheese، أنا معايا ميلك أو أنا بحب الميلك والتشيز، يبقى what food؟ ما الطعام؟ do you have أو do you like؟ اللي أنت بتمتلكيه أو اللي أنت بتحبيه. الصفحة اللي بعدها page 52، سؤال comprehension، القطعة طبعا بتكلم عن النجمة فريدة عثمان، نجمة السويمنج، نجمة السباحة. فريدة عثمان was born on 18th January 1995 أو 19 رقمين رقمين 1995، اتولد في 18 يناير 1995. She is an Egyptian swimmer، swimmer يعني سباحة مصرية، اللي هي فريدة عثمان طبعا شخصية حقيقية طبعا. She is the fastest female swimmer in Egypt and Africa، أسرع أنثى في السباحة في مصر وأفريقيا. Her father is a doctor، أبوها دكتور. She started swimming at the age of 5، بدأت السباحة من سن 5 سنين. At the Jazeera Sporting Club، في نادي الجزيرة. With her brother أحمد، مع أخوها أحمد. فريدة took a break from swimming، أخذت راحة من السباحة. Then at the age of 11، في سن 11، she returned to swimming، رجعت تاني السباحة and won، وبدأت تفوز. She became the youngest Egyptian and Arab athlete، أصغر لاعبة عربية ومصرية to win، تفوز بالبطولات. She was named the best female athlete in Africa in 2017، في 2017 أطلق عليها أنها أفضل أنثى في لاعبة قوة، أفضل واحدة في قارة أفريقيا كلها. In 2018، في 2018 she won 3 medals، أخذت 3 ميداليات. أول سؤال، how old is فريدة عثمان؟ كم عمر فريدة عثمان؟ طبعا هنحسب من 95، من 1995 لحد طبعا 2019، لو حسبنا المدة دي هنلاقيها تقريبا تعمل 24 years، 24 عام. ده سؤال يعتمد على الفهم. Who is أحمد؟ من هو أحمد؟ طبعا أحمد فريدز brother، أخو مين؟ أخو فريدة. What happened in 2017؟ اللي حصل في 2017 إن طبعا فريدة 2017 she was named the best female athlete، أطلق عليها لقب أفضل سباحة في قارة أفريقيا. فريدة's father is، أبو فريدة شغال teacher ولا swimmer ولا doctor ولا player؟ طبعا قلنا دكتور. فريدة won medals in 2018، في 2018 أخذت كم ميدالية فريدة؟ طبعا موجودة في القطعة زي ما هي 3 medals. هندخل على سؤال choose، سؤال الاختيارات. أول جملة space is a place with lots of shops and houses، مكان كله shops و houses طبعا عندنا city. حبيبة has no time to lose، ما عندهاش وقت تضيعه. She is always free، busy، easy، difficult، طبعا حبيبة busy عشان ما عندهاش وقت يضيع. I every day to be fit، عشان أبقى لاغ بدنيني، يبقى بعمل كل يوم watch take eat train، طبعا بتمرن. حبيبة eats well، بتاكل كويس. because is a difficult sport، لأنها رياضة صعبة. gymnast، gymnastics، physics، mathematics، طبعا gymnastics. منير and مصطفى are twins، هما الاثنين توأم. his sister is called رضوى، ولا her sister، ولا their sister، ولا our sister، طبعا أختهم زير. she is my best friend، هي أفضل صديقة عندي. and نقطة hobby is tennis، هوايتها طبعا التنس. his hobby، her hobby، my hobby، your hobby، طبعا هير هوبي. ندخل على الصفحة اللي بعدها، آخر صفحة عندنا في يونت 1، في الوحدة الأولى 53-53. on Sundays morning، يوم الحد الصبح، we swimming، السباحة. go went gone going، طبعا go. لمياء music with her brother، الموسيقى تاخد ايه؟ listens to. goes makes does، طبعا الموسيقى تاخد listens to. تصحيح خطأ، my sister is my father and mother's son،
اللي هو طبعا ابن ماما او بابا طبعا، اللي هو يبقى البرادر، يبقى اخي. فوتبول از ماي فيفورت هابي، حالنا واحده زي طبعا من شويه، فيفورت هابي، هابي يعني سعيد، هابي يعني هوايه. اتس هير كار، انها سيارتها. هي اوفن درايفز ات، هير كار، يبقى شي نوت هي. ثرو ذا بول تو ماي، ارمي الكوره طبعا ليا بليز، يبقى تو ماي ولا تو مي؟ تو مي. اخر حاجه عندنا، عايزين باراجراف من 6 جمل. يور بيست فريند يعني افضل صديق، طبعا كل واحد يختار الصديق المفضل عنده ويكتب براحته. وقلنا طبعا زي ما وعدتكم ان شاء الله هنعمل فيديو للباراجرافز، هنجمعهم كده مع بعضهم وهنتعلم ازاي نكتب على اي باراجراف او ايميل ان شاء الله في الامتحان. وبكده نكون انتهينا من الوحده الاولى كتاب جيم، وطبعا عندكم في القناه المعاصر برضو موجود، وكتاب المدرسه، وان شاء الله هنشتغل على بيت باي بيت تقريبا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.